لكني نحشو بيات ونعسات وبيات. يلا نشوفكم هزو يديكم الفوق. برافو عليك. يلا غادي نوضو في بلاصتنا، واخا كاين شوية الزحام ولكن نوضو في بلاصتنا. يلا وقفوا في بلايصنا. برافو. ملي كنلقاو شي بيت متول داك الشيء مستف نقي كذا من هنا كنعرفوا بان ربت البيت في المستوى، كنعرفوها بان لا وليداتها ولا البيت نتاعها ولا العائله ديالها غادي تكون متميزه. اذا يرجع الفضل للام ديالكم الحنون الام امينه نصفوا عليها. فالصدى ديال الام ديالكم امينه واصل ماشي غير في اقليم الناظور وإلا واصل في الجهه كامله. فهذا ماشي نفاق وماشي مجامله لان احنا ما كنجاملوا حتى شي واحد. فانطلاقا ما وقفنا في الباب ديال المؤسسه ودخلنا وتلقاو لينا البطول وشفنا كيفاش يعني النظام كيفاش كيشتغلوا كيفاش داك الشيء، عرفنا بان واحد الجمعيه اللي في المستوى، واكيد اكيد اكيد انكم غادي تجنيو الثمار ديال هاد الجهد ما غاديش يمشي هباء منثورا. وبالمناسبه نتمنى لكم انكم تنجحوا في الدراسه ديالكم في الحياه ديالكم، لان انتم النساء وامهات المستقبل اللي كيراهن عليهم المغرب الحبيب ديالنا. ما نطول شيء بزاف، هذه القافله السينمائيه جايه في اطار واحد المشروع تربوي ثقافي كتقوم به ثلاثه ديال المؤسسات او ثلاثه ديال الجمعيات محترف شعله الانشطه التربوي الثقافي بجهه الشرق في توريرت، وكذلك جمعيه سينما للجميع وفي كل مكان من مدينه الرباط، وكذلك بدعم من مؤسسه اجيال لحقوق الانسان والنهوض بها من مدينه الرباط. قبل ما نبداو نبغيو نشكروا مدام امينه والجمعيه الخيريه الاسلاميه دار كبير للطالبه بمدينه زيو، وكذلك جميع البطل الاخوات البطل اللي كيضحيو البطل الناس الاداريه ولا التربويه ولا الناس ديال المطبخ ولا الى غير ذلك. كل من موقعه نتقدموا لكم بالشكر الجزيل على حفاوه الاستقبال وعلى الاحتضان ديالكم لهذا النشاط الثقافي اللي في الحقيقه بغينا نقربوا هذا الفن الراقي اللي هو السينما لواحد الفئه معينه عبر مؤسسات في جهه الشرق ومن بينها مدينه زيو. قبل ما نقدم لكم الفيلم كنشكر الاستاذه المسؤوله والرئيسه ديال الجمعيه الاسلاميه دار البر، كمان نشكر الطاقم ديال هاد الدار الناس اللي كنظن ولكن ماشي كنظن انايا مقتنعه بان عندهم اهتمام خاص بكم وبانكم كتردوا لهم حتى انتم ديك المحبه اللي عندهم لكم. كما كنشكر الجمعيه محترفي الشعله لان هي حلقه وصل بيننا وبينكم، ونقدم لكم الفيلم اللي غادي نشوفوا هذا النهار. الفيلم ديال النهار فيلم فلسطيني، وفلسطين عندها مكان كنظن عندنا كاملين في القلب، بان القضيه الفلسطينيه كنا كنحسوا بانها قضيه ديالنا قضيه وطنيه. الفيلم ما كيتكلمش على المعاسي ديال الفلسطينيين، ماشي فيلم سياسي، ماشي فيلم وثائقي، ولكن فيلم اللي كيتكلم على واحد المغني اللي سميتو محمد العساف. كتعرفوه؟ كيعجبكم؟ هذا المخرج ديال الفيلم هو ابو الاسهاني ابو الاسد، وتم الانتاج للفيلم في 2017. وغالبا في الفيلم كتكون القصه الحقيقيه وشويه ديال الرومانس شويه كيزيدوا عليها باش كتعطي شي الخيال، كيكون فيها شويه الخيال ولكن الواقع هو اللي كاين هو اللي كثير. كنرحبوا بالاخوه اللي جاو هذا النهار وفكروا بهذه المستفيدات
محترف شعلة للتنشيط التربوي والثقافي جهة الشرق توريد، جمعية سينما للجميع وفي كل مكان الرباط، مؤسسة أجيال لحقوق الإنسان والنهوض بها للرباط. ألف شكر، ألف شكر لهذه المؤسسات اللي تكبدوا على السفر ورغم المشاغل ورغم الظرفية الحالية أنهم فكروا هذه المستفيدات. وواحد الحاجة اللي شفناها حنا دابا هذا الجيل، حنا شفنا الجيل ديال السينما كانت عندنا حاجة كبيرة، كيقول لك الوالد سير باش غتمشي تفرج هذا الفيلم ولا هذه. دابا نتوما هذا الجيل دابا عندكم بورتابل، عندكم بيسي، تاخذي الفيلم ديالك تفرجيه بوحدك، ولكن ديك اللذة ديال السينما انك تخرجي انك تمشي. ألف شكر لهذه المؤسسات اللي بغاو يحيوا لنا هذا الروح وهذه الثقافة ديال السينما. ما نطولش عليكم، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة، ومرة أخرى مرحبا بكم وألف شكر. كريمة زهري رئيسة جمعية سينما للجميع وكل مكان في الرباط. احنا بالنسبة لنا كجمعية دي السينما، هي السينما اللي تأسست في 2014 من طرف مجموعة من النساء اللي يعني كبروا في السينما وفي النوادي السينمائية. من بعد تخلقات على أساس لاحظنا بأن الفترة الأخيرة في المغرب كاين إنتاج كبير ومنتوج سينمائي يعني جيد جدا، وفي المقابل كان إغلاق القاعات. يعني القاعات في المغرب 10 المدن اللي باقي فيها سينما. بالتالي فكرنا في خلق هذه الجمعية، والشعار ديالها هو اللي ما يمكنلوش يمشي السينما، السينما تمشي عنده. بالتالي حنايا كنمشيو للمناطق البعيدة، المناطق المهمشة، البوادي، الجبال، الصحراء، وبالنسبة للمدن، المدن اللي ما فيهمش قاعات سينمائية. كعمل بديناه كنا كنعرضوا أفلام، والنقاش ضروري بالنسبة لنا، لأن النقاش يعني كيساهم بفهم الفيلم، لأن كنعرفوا السينما والدور ديالها والدور ديال الصورة ومدى التأثير ديالها على المتفرج والمتلقي. بدينا في البداية هاد العروض كنعرضوا كنناقشوا الفيلم، فهذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية طور العمل عندنا، ولينا في بجانب هاد العروض اللي كنديروا كنساهموا في المهرجانات. كتكون المهرجان كيكون في المدينة، وحنا كنمشيو للقرى المجاورة والمدن الصغيرة ولي كومين، كنعرضوا فيها افلام، يعني افلام في القاعات، في المؤسسه التعليميه، في دور الشباب، عند دور العجزه، في السجون، وفي بلانير، يعني العروض في اللي كتكون في الفضاء العام. المرحله الثانيه انتقلنا للمرحله الثالثه اللي ولينا كننظموا فيها قوافل سينمائية اللي كناخذوا منطقة من المناطق المغربية، وكنمروا لجميع المدن الصغيرة والقرى اللي في هذه المنطقة. وحنا دائما العمل ديالنا كيكون بالتعاون مع جمعيات محلية. فهذه القافلة، اللي كتدور هذا النهار في زيو، هي داخله في اطار القافله السينمائيه في المغرب الشرقي،
بحيث درنا مجموعة ديال المدن قبل ما نلحقوا لزيو وجدة جرادة عند نيمطهر وحنا غاديين للجنوب حتى لاخر اخر فيلاج قبل فيكيك وخذينا عاوتاني دورة اخرى من توريرت البركان المداخ واليوم والسعيدية اليوم عندنا زيو وغدنا غدا عندنا الناظر وهذا بالتعاون مع جمعية محترفي الشعلة ديال توريرت اللي يعني سهلونا العمل.